ليه 100% للكلام ده ان التغييرات كلها خاطئه بس انا عايز اوصلك ان التغييرات دي غلط. في حد يغير يعني؟ انا ما شفتهاش بصراحه يعني. حتى بلال ايه كان قاعد في حته ثانيه فكلمني قال لي يا اسلام ده يعني احسن ماتش المروان. كنا قاعدين يعني مع بعض على الاقل يعني. كنت انت قاعد مع كابتن بيتحرك كتير وبيجري وبيعمل وبتاع ومش عارف ايه. طب يعني يصبر شويه على التغييره دي. ايوه لغايه مثلا ايه اخر 10 دقايق ربع ساعه تغييراته كلها. حضرتك مدرب وانا اشتغلت معاك. الراجل ده مش مقدر اللعيبه بتاعته حتى، مش عارف يلعب بيهم ازاي، مش عارف يحط فرقه، مش عارف يحط فرقه. هو اللي اختارهم صحيح. هو اللي اختار صحيح. ده مش عارف يحط فرقه. هو اللي اختارهم. هو انا اللي يعني اختار الناس دي ومش عارف يطلع احسن. حضرتك مش قلت بطريقه كويسه يلعبوا بيها حتى على امكانياتهم دي. كابتن شريف انت فهمت قصدي؟ يعني مش مثلا 5 4 1 زي مدغشقر مثلا. مش حضرتك قلت احنا عايزين عبد الله جمعه وعايزين كهربا وعايزين رمضان وعايزين عمرو السولية وعايزين محمد طاهر والكابتن قال عايزين كذا وكذا وكذا وده وبلال قال كذا وكذا وكذا ومصر كلها قالت الكلام نفس ده نفس الحوار يعني. بس هو خلاص واتفقنا على ان هو اللي اختاره لان الفكر قدام عايزين نشوف الفكر. فين الفكره احنا النهارده قبل الماتش؟ فين الفكر؟ لا فين الفكر؟ ما مش لاقيينه لغايه دلوقتي. مش فيش فكر. طيب خلاص بجد مفيش فكر خلاص. مش ده اللي احنا جرينا وراه قلنا له هات عبد الله السعيد وهات وليد سليمان في عز ما كانوا كويسين. لما تعوروا قالك لا انا عشان السن. عشان السن لما تعوروا والله وليد بقت ركبته ركبه وليد بقت متصدعه من يمين وشمال راح اختاره عشان لعب ثرو باس كويس لمروان او لازارو في ماتش فلعبها بدماغه كان ممكن يجيب جول فقال له لعيب كويس قوي. مش ممكن لا كابتن. انا بص انا لما قيس ومعايير لما قيس ولا معايير يعني. انا بص انا التصريح اللي خلاني تشائمت من البطوله ده تصريح كان غريب جدا لاحد المدربين المصريين يعني اللي احد مدربين المنتخب لما سئل اثناء فتره التوهج بتاعه وليد سليمان لما كان يعني مرشح من ضمن افضل لعيبه افريقيا السنه اللي فاتت وقيل انت ليه ما اخترتوش؟ قال له لا انا هاخده اخر السنه على البطوله تمام. الكلام ده موجود على فكره لغايه ما تعور. الكلام ده موجود انت لو تفتكر اسلام لغايه ما تعور. هل ده فكر؟ لا مش ممكن. هاخده على اخر البطوله. هاخده على البطوله. هل ده فكر مدرب ليعد فريق يا جماعه عايز يحصل على البطوله؟ عمرو ورده اللي بقاله 3 ماتشات بره الفرقه او ماتشين بره الفرقه يجيبه يلعبه وحصل له دروب نفسي كمان. هو انت هتخلينا كده نقول في اجبار على اجيل؟ في اجبار للعيبه للي بيحصل للاحداث؟ لا قد يكون اجبار من ما اعرفش بقى. ما اصل في لعيبه معينه كانت موجوده في المنتخب وكلنا كنا مش هقول اسماء ولكن كلنا كنا بنقول سولية عمرو سولية لا كنا بنقول هم موجودين ليه؟ موجودين ليه؟ وخدهم قبل كده هل بسبب حد معين كان له تاثير على المدير الفني؟ وخلي بالك الكلام بقى ايه هيبقى باين الفتره اللي جايه يعني. الفتره اللي جايه هتلاقي ايه كل اللي احنا عايزين نقوله هنعرف نقوله. طب انا عايز اسال سؤال يعني. انا عايز اقول لحضرتك حاجه. انت مفاجئ من اللي حصل النهارده؟ انا مفاجئ. انا طبعا عندي مفاجاه كبيره جدا وكان عندي امل ان انا اشوف منتخب أمل ولا انت كنت ولا شايف أمل. انت كنت شايف ان احنا كنا نقدر فنيا انت كنت ما نوصلش لدور ال 16 شفت الامل شيء واحنا يعني لكن انا عشان احنا ما نزوقش الحكايه لا لا ما بنزوقش كنا متمنين بنتمنى كان كل امل يا كابتن فتحي يا كابتن شريف يا كابتن بلال ان احنا انني نلاقيه بدل ما هو 5% نلاقيه 50%. ما هو 45% كتير لان هو انني 5% بالكتير يعني كويس. كان عندي امل ان انا الاقي المحمدي بدل ما هو 30 40 يوصل 70 80. كان عندي امل ان انا الاقي ايمن اشرف بدل ما هو 40 50 يوصل 70 80 90. عبد الله السعيد لو تعاملنا عبد الله السعيد 0%. لا لو تعاملنا